السلام عليكم <applause> عليكم السلام ازيك يا محمد ايه الاخبار الحمد لله تمام <applause> يا محمد ايه اخبار ليسون وان كده تمام اتقفل معاك ولا في حاجه صعبه اه لا كده تمام طيب نبدا في النهارده آه. الدرس الدرس الثاني يا... الدرس التاني نص الدرس التاني فأنا أنا ذاكرته تمام وكل حاجة بس في chemical reaction اكويشن يعني بيبقى في أرقام وكده أنا مش فاهم تبقى جت منين الدرس ده يعني مثلا الجرافز ديت أوه. ولا الاكويشن هي الايكويشن سؤال كام الجراف برضو ساعات الاجابات بتطلع غلط يعني ما فاهم ليه يعني مثلا لو اداك اكويشن زي كده وقال لك احنا عايزين نحط مين فيهم A و B و C صح دي تمام انا حليتها تمام تمام طب زي مثلا الايكويشن ديت الارقام دي مش فاهم هي جت منين طيب تمام طيب بص احنا عشان نظبط ارقام الايكويشن نفسها يعني عشان اظبط الارقام دي اللي بره لازم اتاكد ان انا كاتبه البالانس صح انت رجعت الاول سيشن انا قلت عليها اه رجعت تمام عرفت البالانس بس انا لسه مش عارف طيب هو مع الوقت يعني مع التكرار طبعا هيتحفظوا اكتر طيب عموما انا عندي هنا مثلا صوديوم هيدروكسيد فبناء على ايه انا كتبته او اتش او ان اي او اتش انا نزلت ال ان اي اهي وال او اتش اهي هما الاثنين مونوفيلنت فده 1 وده 1 فبالتالي مش بكتب ارقام في الحاله دي عشان كده دي اتكتبت كده كتب. طب ليه هنا كتبت ان اي 2 اس او 4 دي اسمها عشان سالفيت ديفيلنت دي اسمها صوديوم سلفيت والسلفيت بيكون داي فييلنت فلما نزلتوه هنا وطبعا و... الصوديوم 1 فال1 ديت هتروح لل SO4 وال2 هتروح للصوديوم. تمام. دي فيها 2، طب الرقم ال2 ده جه منين؟ ما هو الـ NA هنا عشان أظبطها خارجة 2 وكانت داخلة 1 فروحت حط لها هنا 2 عشان تبقى داخلة 2 خارجة 2 برده ماشي. ونفس الكلام هنا COOH دي كبر هيدروكسيد، الهيدروكسيد بتبقى مونو. والكبر بتبقى داي فالكبر اديت التو 2 بتاعتها الهيدروكسيد وال1 جت هنا تمام لما حطينا التو دي بقى قبل الـ NA وOH فظبطت معايا كل حاجة ظبطت معايا الـ OH والـ NA في نفس الوقت ما احتاجتش إن أنا أحط أرقام تانية أنا عايز أنا أحفظ البالانس وكلها تمام أه هو بس يعني يا ريت ما تحفظش البالانس بالظبط أفهم هو جه منين وأنت هتعرف تجيب أي معادلة أي إيكويشن عندك تعرف ال... افهم بس بنعمل بالانس ازاي كله هيبقى تمام بالنسبه لك لكن لو حفظت ممكن تنسى يعني انت بس هتكتب الايكويشن لو كتبت البالانسي لو انت حفظت البالانسي كله بالنسبه لك تمام مش انت بتعرف تعمل بالانس ازاي اه تمام لو حفظت بقى البالانسي بتاع اول سيشن كله هيبقى تمام ان شاء الله تمام طيب اه ايه كمان في الدرس ده لا تمام طيب ايه الجراف مثلا اللي وقف قدامك ما عرفتش تحله؟ أو طلع معاك الحل غلط مثلا؟ أنا مش فاكر بس يعني لا تمام هو بقى أيه أول درس في ال في unit 2 عموما بقى تمام آه. آه الدرس بتاع الفيزيكال properties of electric current صح؟ أوه. عموما بقى الدرس كله اه طيب بص يا محمد في الدرس ده ملخصه احنا ما هنتكلم عن ثلاث نقط حاجه اسمها من هما الثلاث نقط دول هما دول ال properties بتوع ال electric current التلات نقط دول أول حاجة ال electric current intensity شدة التيار يعني هل التيار ده بيكون ضعيف ولا قوي طبعا ده depend on الحاجة بتاعته ده هنعرف نحسبه ازاي تاني حاجه البوتنشال ديفرنس ودي برده هنعرفها اخر حاجه كانت في الريزيستنس واللي هي دي طبقناها بقى على الاومز لو بس هم دول الثلاث نقط اساس الدرس نبدا بدايه كده كان بيفكرني بس بكم آه حاجه طبعا من الرولز بتوع الالكتريك او الالكتريستي عامه اولا اتس يوزد تو لايت اب اور هاوسز فاكتورز ستريتس بستخدم الكهرباء دي عشان تنور لي المنازل والشوارع والمصانع وكل حاجة number 2 طبعا it's used to operating some machines بستخدمها عشان أشغل بيها بعض الأجهزة زي الراديوز والتلفزيون والبوشنج ماشين والايرونز المكواة أو الالكتروكيتر أغلب الأجهزة اللي احنا عارفين وقال لي في نص صغيرة يا محمد إن الإلكتريستي ديت عبارة عن cleanest source of energy أنضف مصادر الطاقة ما بت... ما... انضف معنى ان doesnt pollute the environment مش بتلوث للبيئه خالص ده في الجزء ده في اي مشكله تمام تمام نيجي بقى عند الالكتريك سيركت نفسها ودي تقريبا انت كنت واخدها من ابتدائي يمكن الالكتريك سيركت دي يعني دائره كهربية طب الدائره الكهربية دي بتكون موجوده مكونه من ايه بالظبط قال لي دي بتكون consists of many components ممكن اضيف فيها اي حاجة يعني اغلب المكونات بتاعتها ينفع ان انا اضيفها اولا من ضمن الكومبونس بتاعتها الالكتريك لامب طب انا لما اجي ارسم الكتريك لامب اكيد مش هنعرف نرسم لامب, لامب بالشكل ده ولكن هرمز لها بسيمبل بالشكل ده ده السيمبل بتاع الالكتريك لامب وبعديها بيكون عندي كي او الكتريك كي الكي ده وظيفته ايه كل وظيفته ان هو opening or closing the circuit يعني هو بيتحكم لي في ان انا اقفل الدايرة او افتحها بحيث اقطع التيار او اوصله فال K بيكون شكله كده لما يكون كلوز بيكون كده لما يكون open فبيكون بعيد عن بعضه شويه ده بالنسبه للكي وطبعا ال-Electric او الكونكتنج وايرز اسلاك التوصيل ودي برسمها عادي على شكل خط كده خطوط عاديه يعني جدا اهي الخطوط ديت معناها connecting wires ودي وظيفتها ان هي تكونكت كل الكومبوننت اللي احنا بنتكلم عنهم دول مع بعضهم نيجي عند طبعا. ايه اللي هيدي السيركت دي كلها بقى الطاقه او electricity الباتري لازم يكون عندي سورس of electric current فاللي عندي ينفع اضيفه في electric circuit يا اما الكتريك سيل يا اما الكتريك باتري يا اما اللي هي السل الصغيره دي او الباتري اللي بتكون مكونه من اكتر من سل يعني الباتري دي فيها اكتر من سل برمز لها ب تو لاينز كده واحد فيهم قصير والتاني طويل القصير ده بيكون نيجاتيف بول والطويل بيكون بوزيتيف بول وبقفل السيركت على كده ينفع اضيف حاجات تانية اه طبعا في اجهزه تانية ينفع تضاف زي الاميتر والفولتميتر والأوميتر ودول هناخدهم في الأجزاء اللي جاية تمام؟ م. فهمت الإلكتريك سيركت يا محمد؟ ماشي تمام ده. طيب دي الأجهزة اللي ينفع تضاف أميتر فولتميتر أوميتر ريزو ستات وده هناخدهم بالتفصيل في الأجزاء اللي جاية طيب ندخل بقى على الإلكتريك كارنت نفسه الإلكتريك كارنت ده طبعا بيتولد في حاجة اسمها إلكتريك باور ستيشن لمحطات توليد الطاقة وبعد كده بيوصل للبيوت أيا كان البيوت دي فين عبر مدن كاملة المهم إن الإلكتريستي دي بتنتقل في طرق كاملة عن طريق طبعا الوايرز ينفع ننقلها عادي جدا طب الإلكتريك الكرن ده اصلا عباره عن ايه هفكرك بحاجه كده كنا اخدناها اصلا في في بريب 1 تقريبا لحظه واحده طيب احنا كنا اخدين ان اي طبعا ايه اتوم او اي Element مكون من اتوم. لحظة واحدة. هي الشاشة واضحة قدامك <applause> ولا لا؟ هي الشاشة بيضاء. تمام. مش عارفة هي مش راضية تتحمل ولا في ايه مش عارفة ما علينا طب خلاص نشرح جنب الكتاب مفيش مشكلة طيب نفتكر بس موضوع الاتوم ديت احنا كنا قايلين اصلا ان اي اتوم يا محمد بتكون مكونة من الكترونز وبيدور حواليها اه سوري نيوكليس وبيدور حواليها الكترونز النيوكليس دي كنا عارفين ان فيها حاجتين فيها positive protons وفيها neutral neutrons والالكترونز كانت بره بتكون نيجاتيف تشارج فاكر الكلام ده يعني yeah. تمام هو مش مش مهم قوي بالنسبه لنا غير اللي انا لسه هقوله ده ده بقى المهم النيوكليس زي ما قلنا بيكون فيها بوزيتيف بروتون ونيوترونز ودي بتكون نيوترال يعني متعادله اما اللي حواليها من بره دي سمول بارتيكلز بتكون نيجاتيفلي تشارجد ودي بتكون اللي هي الالكترونز طب انت فاكر اه اي حاجه بوزيتيف ونيجاتيف بيعملوا ايه مع بعض اتراكشن ولا ريبولجن بيعمل بالظبط بيعملوا اتراكشن لبعض فانا عندك بالظبط النيوكليس دي عندي يا محمد كلها على بعضيها بتكون بوزيتيف يعني هي فيها بوزيتيف بروتون ونيوترال نيوترون فانا بعتبر النيوترونز دي كانها مش موجوده فبعتبر ان النيوكليس كلها البعضية بعضيها بوزيتيف وفي حواليها الكترونز نيجاتيف بره فيحصل ما بينهم ايه اتراكشن كانهم بيجذبوا بعض فاهمني اتراكشن بالظبط طيب الاتراكشن ده اللي بيحصل فيه ان البوزيتيف بيشد النيجاتيف اول ما القوه ديت بتاعه الاتراكشن فورس تنتهي يا محمد خالص او تقل او تبقى ضعيفه تبدا الالكترونز دي تروح فين مش اللي كان سحبها خلاص ما بقاش موجود بعيد بالظبط آه. تبدا بقى ان هي تتحرر وتمشي لبعيد كون ان الالكترونز دي تمشي جوه كوندكتور بالطريقه دي بالظبط ده هو الإلكتريك كارنت اللي إحنا بنتكلم عليه أو هو ده أصلا اللي إحنا شغالين منه في كل الأجهزة واللي بيوصلنا لبيوتنا وكل ده. يبقى الإلكتريك كارنت عبارة عن كمية من الإلكتريك شحنات كهربية اللي هي الإلكترونز أصلا اللي هي passing through a conductor اللي هي معدية في حاجة موصلة ودي بالظبط يا محمد فكرة إن هما دايما بيصنعوا السلوك بتاعة الكهرباء ديت من من حاجه تكون زي المتل زي الكبر مثلا مش معنى الكبر مش معنى مش حاجه تانية غير الكبر لان المتلز وخاصه الكبر بتكون الاتراكشن فورس ما بين الاتوم بتاعته والالكترونز اللي عندها بتكون ويك weak. فيري weak. فبيكون سهل جدا ان هي تمشي الالكترونات فيها فهمت؟ <applause>

زي ما قلتلك في البداية هما 3 probabilities هناخدهم بالتفصيل، أول واحد اللي هو الـ current intensity تاني حاجة الـ potential difference أخر حاجة الـ electric resistance، أول واحد فيهم الـ current intensity، current intensity يا محمد أو الـ electric current intensity دي عبارة عن إن أنا آآآ آه عايزة، مش أنا قلت إن الـ current نفسه ده عبارة عن شحنات؟ يعني إلكترونز معدية جوه سلك معين أوه. طيب أنا بقى عايزة أشوف هل الكرنت ده ضعيف ولا قوي فهشوف إيه هشوف عدد الشحنات اللي معدية عندي دي الكمية بتاعة الإلكتريك تشارجز خلال حتة معينة من السلك خلال cross section يعني مقطع معين in one second خلال ثانية واحدة ده الالكتريك كارنت انتنسي الشدة بتاعته كون ان انا هشوفه ضعيف ولا قوي هشوف كمية الشحنات في منطقة معينة كبيرة ولا قليلة بالنسبة للزمن اللي هي معدية فيه اللي هو مثلا واحد ثانية تمام لو مش فاهم اي حاجة وقفني ونعيد مرة تانية طيب يبقى اقدر اقول ان الالكتريك كارنت انتنسي اتس ذا كوانتيتي اوف electricity كميه الكهربيه in column بتتقاس بmeasuring units اسمها column or the electric charges أو أقدر أقول إن هي electric charges يعني ال definition مش كبير يعني هو ده ينفع أن أنت تقول ده بس وينفع أن أنت تقول من أول the electric charges board بس ينفع تبدأ من هنا وينفع تبدأ من هنا through a cross-section of a conductor in one second خلال ثانية واحدة طيب القانون بتاعها بيقول إن ال current intensity اللي أنا بختصرها ب I

ما يتنسوش بقى الميجرنج دي المهمين عشان لسه هناخد زيهم تاني يبقى الكارنت انتنسيتي الميجرنج بتاعته ايه امبير تمام والكوانتيتي اوف تشارج كولوم بالظبط طب الكارنت انتنسيتي ايكوال ايه ديفايدد ايه الكولوم اوفر سج او اسمه ايه ده الكوانتيتي اوف تشارج اوفر اوفر تايم بالظبط تمام طيب احنا هنيجي بقى عند يونت في حاجة بطلعها اسمها equivalent unit يعني ايه equivalent يعني حاجة مكافئة ليها او مساوية ليها يعني انا هشوف ال intensity equal q divided t اكتبها intensity equal q divided t كأني بحوش كل واحدة منهم وبحط ال يونت بتاعتها ال intensity بتتقاس بايه؟ أمبير أمبير يبقى الأمبير كمان إيكوال الميدرينج بتاعت دي divided الميدرينج بتاعت دي اللي هي كده إيه ديفايدد إيه؟ آه. الكولم اوفر over بالظبط كولم اوفر over دي بقى اسمها equivalent measuring unit وحدة قياس مكافأة يعني هي دي وحدة قياس أساسية لكن دي مكافأة دي يعني زيها تمام تمام أنا بقى محتاجة أجيب definition لكل mid جنت عندي ال definitions دي أنا مش يعني لو حفظتها ممكن تتلخبط فيها لو أنت مش بتحب الحفظ قوي فالحفظ بالنسبة لك مش هيكون ألطف حاجة فإحنا عايزين نفهمها الأول هو إزاي جاب ال بتاع الأمبير ده بص يا سيدي أنا هنا بشاور على الأمبير الأمبير بيقيس لي حاجة اسمها إيه؟ الأمبير, electric current ان الامبير بما انه بيسهل اللي مالها بالضبط Electric current intensity دي اللي هي ثرو اللي هي معديه في دايره معينه لما الكوانتيتي تكون ايكوال 1 كولوم 1 او ان one second على طول تمام طيب هو أيوة. الديفينشن في حشو كتير كده ملوش لازمه يعني بس ثرو ا جيفن كروس سكشن ملهاش لازمه عادي مش مش موضوع مش لازم انت تذكرها يعني فاحنا بنجيب الديفينشن من ال من اللو نفسه اللي انا كاتباه والله الامبير بيقيس لي حاجه اسمها كارنت انتنسي فبقول اتس ذا كارنت اتس ذا كارنت intensity passing ثرو ا سيركت وان ذا كوانتيتي اوف تشارج ايكوال 1 كولم كولم ان 1 سكند تمام فين؟ تمام نيجي للكولوم بقى الكولوم بنجيبه ازاي بنفس الطريقه شوف كده ثانيه واحده كنت <applause> ال الكولوم بيقيت لك ايه يا محمد الكولوم اللي هو كوانتيتي اوف تشارج فبقول الكولوم اتس ذا كوانتيتي اوف تشارج transferred through a constant current intensity اللي بتنتقل بتنتقل بطيار ليه intensity ثابتة اللي هي equal one over one second اه oh, one ampere in one second يعني بقول الـ column oh. is a quantity of a charge which is by electric current intensity equal one ampere in one second او in time of one second فهمت تجيب الـ ازاي؟ تمام تمام طيب مثلا طيب لحظة واحدة هقول لك دلوقتي أرقام وأنت تحسبها لي طيب لو عندي يا محمد بقولك calculate زي electric current intensity نحسب ال current intensity ولو أنا عندي ال electric charge اللي هي ال quantity of the charge يعني equal 5400 uh, coulomb through 5 seconds يبقى 5400 coulomb over 5 seconds. برافو. ولو يا محمد بقيت اي تايم عندك مثلا بالمنت او بالاور لازم ترجعه وتخليه ساكن يعني لو دي كانت 5 منت مثلا كنت هتعمل 5 times ساكن لو كانت 5 اور كنت هتعمل times 60 times 60 كمان حلو مش فاهم بتقول مش فاهم ولا ولا فاهم لا تمام فاهم طيب تمام طيب نيجي بقى للجهاز اللي اقدر اقيس بيه الكارنت intensity دي بطريقه مباشره بدل ما انا احسب الكوانتيتي اوف تشارج وبعدين اعملها ديفايدد time ولا كل ده في جهاز مباشره بوصله بالحاجه اللي انا عايزه اقيس لها الكارنت intensity فبيقيسها لي ويديني رقم مباشره الجهاز ده لو انا هرسمه في في السيركت فبرمز له بالرمز اللي قدامي ده اللي هو دايره وجواها letter ايه وفيها بوزيتيف بول ونيجاتيف بول شكله في الحقيقة بيكون كده وبيكون فيه بول لونه آه ريد والتاني لونه بلاك الريد ده هو البوزيتيف بول والبلاك هو النيجاتيف بول ودايما بوصل الالكتريك بوصل الاميتر ده في الالكتريك سيركت بطريقة سيريس يعني بوصله مع السلك نفسه مش بوصله بارلل بوصله سيريس عارف يعني ايه سيريس؟ أيوة ايوة أنا شفت شكل تمام سيريس يعني معاها كده عارف لو بارل هيكون بالشكل ده لو بارل انا هحطه بارل ليها كده مثلا زي الفولتاميتر بيتحط بارل اللي هناخده بعد كده تمام طيب وطبعا الاميتر ما ينفعش ان انا اوصله على طول بالسورس of electricity زي الفولتاميتر يعني لازم اوصله بعيد عنه بعيد عن الحاجه نفسها او بعيد عن الباتري نفسها ليه؟ لأن هو ممكن يعمل دامج للأميتر الإلكتريك انتنس اللي بيطلع من الباتري يدمر لي الجهاز بتاع الأميتر طيب تمام ندخل في تاني حاجة بقى تاني بروبرتي عندنا يا محمد اللي هي الإلكتريك بوتنشال ديفرنس والإلكتريك بوتنشال ديفرنس ده عبارة عن آه يعني قبل ما أقول لك ده في إكزامبل كده سهل هيسهل لنا الدنيا دي لما انت بتمسك كوبايه شاي في ايدك شويه كوبايه الشاي دي بتكون سخنه بعد شويه بتحس ان ايدك حصل لها ايه سخنت بالظبط ده معناه ان الهيت انتقلت من الكوبايه اللي هو الجسم اللي كان هوت اللي كان عنده حراره كتيره لايدك اللي هي كانت كولد وما كانش عندها حراره كتيرة دي بالظبط فكره الالكتريك بوتنشال آه. دي بتكون حاله موجوده في اي الكتريك كوندكتور اي موصل اللي بتعرفني هل الالكترستي هتنتقل منه ولا ليه يعني لما بقارن كده ما بين تو objects او تو conductors واحد فيهم عنده مور الكتريستي والتاني عنده لس الكتريستي بعرف في الحاله دي ان اللي هو لس الكتريستي هو اللي هتنتقل ليه الالكتريستي مش منه لحد ايه بتفضل الانتقال ده شغال لحد ما هما الاتنين become ايكوال لحد ما هما الاتنين يبقوا متساويين في الـ في الـ او في الكتريستي عامه في الحاله دي بتقف بقى خلاص ما بيحصلش اي نقل للالكتريستي دي تمام ده الاكزامبل اللي قدامنا ده يا محمد في الكتريستي انا عندي هنا مثلا كوندكتور ايه عنده هاي بوتنشال potential ده زي ما قلنا هو الحاله اللي بتعرفني هل الكهرباء تنتقل مني ولا ليا فكوندكتور ايه هنا زي ما انت شايف عنده الكتريستي كتيره في شحنات كتيره عنده وكوندكتور بي عنده اقل فلقيت ان اتجاه الالكتريستي من فين لفين من الاي للبي بالظبط from A to B لحد ايه بالظبط هيفضل الانتقال ده يحصل لحد ما الالكتريك بوتنشال بالنسبه لهم هما الاثنين بيكوم ايكوال اول ما يبقوا <applause> become <bachelor> <bachelor> ايكوال خلاص الالكتريك كارنت والنوت باس هيبدا ان هو خلاص مش مش هتنقل اي حاجه تاني ما بينهم ليه لان Potential Difference في الحاله دي هيكون زيرو الفرق ما بينهم زيرو طالما الفرق زيرو خلاص ده اللي انا محتاجاه اصلا فهمت انا سامعاني كده اه كده سمعك تمام إيه كده لحد كده تمام معاك تمام طيب. طيب نيجي عند بقى البوتنشال ديفرنس فرق الجهد دلوقتي انا قلت البوتنشال نفسه الحاجه اللي بتوريني الحراره هتنتقل مني ولا لا البوتنشال ديفرنس ده عباره عن ايه عباره عن الفرق ما بين طب انا بعرف الفرق ده من ايه بالظبط بقول البوتنشال ديفرنس عباره عن value of the work مش انا بنقل شحنه من الكوندكتور ده للكوندكتور ده عشان انقل ده انا ببذل مجهود فبعمل ورك شغل فقيمة الورك اللي done to transfer a quantity of a charge عشان انقل بيها كمية معينة من ال مثلا one كولوم between two balls of conductor ما بين قطبين موصل هو ده ال potential difference بالظبط فهمت يعني ايه potential difference؟ طيب وال potential difference بختصره ب letter V بقول ان ال V دايما من ال definition كده equal ال -work divided the quantity of a charge طيب بالنسبة لي ال measuring unit ال potential difference هي V فافتكرها كده ان هي برضو بتتقاس بحاجة اولها V اللي هو ال والورك انت ده واخده من بريب 1 ان هو بيتقاس ب جول اما الكوانتيتي اوف تشارج لسه قايلينها من شويه كولوم بالظبط كولوم فكده لو انا قلت V equal W divided Q هقول ان الفولت كمان equal A divided A جول اوفر ذا بالظبط رول ديفايدد الكولم ده اللي انا عايزه اوصل نيجي بقى للديفينيشن زي ما طلعنا كده ديفينيشن بنفس الطريقه اللي طلعنا بيها ديفينيشن للامبير والكوانتيتي اوف تشارج هنطلع دلوقتي ديفينيشن للفولت الفولت هنا بيقيس لك ايه يا محمد بيقيس لك حاجه اسمها ايه ان ال... ال potential difference بالضبط يبقى الـ volt It's is a potential difference difference ما بين إيه و إيه بالضبط اللي across two terminals of conductor يعني ما بين طرفين لأي موصل لما يكون الـ work when the work done equal one joule to transfer quantity of charge equal one coulomb ماشي نقول مرة تانية؟ الفولت لا فهمت الديفينيشن جاي ازاي يعني؟ ماشي فهمت تمام ماشي تمام يا محمد لحظة واحدة بس هجيب لك مسألة عليها أه طيب لو هو بيقول لي ال potential difference ما بين 2 terminals كان 6 فولت في 6 والالكتريك كارنت انتنسيتي اللي هي اي ايكوال 0.5 امبير انا عايزه احسب الالكتريك كارنت انتنسيتي اللي هي اي لو الفي ديت بدل ما هي 6 ب 12 تعرف تحسبها يعني دلوقتي معلش تاني الـ v 6 وكانت الـ current intensity half فلما الـ v توصل تبقى 12 الـ i تبقى ايه؟ 1 برافو عليك لان هما directly proportional to each other ممتاز تمام ده بالنسبة للـ v طب لو مديك quantity of charge مثلا 200 Two thousand two hundred, we'll work twenty two rule to two hundred twenty rule. Why, two thousand over it? To say sure two hundred twenty over, over two thousand two hundred. So ال work divided the quantity of the charge يا محمد تمام برافو عليك ال V equal work divided the quantity of the charge وهنحط الأرقام ديت دي يطلع لنا الناتج بالفولت طبعا تمام حد كده في أي حاجة مش مفهومة؟ كله تمام تمام طب ده في حالة إن أنا بقيس ال potential difference ما بين two terminals <applause> معين بقيس الفرق ما بين آه طرفين لكونداكتور لأي موصل معين طب لو بقيس الفرق ده ما بين التو بولز بتوع الباتري، هيكون اسمها ايه؟ في الحالة ديت، أنا عادي جدا يكون عندي الـ في الحالة دي open، أنا كده كده بقيس بتاعة الباتري، فمش لازمني خالص إن السيركت دي مقفولة مفتوحة، أنا تمام يعني قشطة أنا كده كده شغالة على الباتري بس، فهيكون اسمها في الحالة دي مش هيكون اسمها بقى potential difference، لأ هيكون اسمها electromotive force لان القوة دي هي اللي كأنها بتعمل بومب للالكترونز عشان تحافظ على كارنت ان هي تمشي جوه السيركت يبقى تاني القوة دي اسمها ايه؟ اسمها electromotive force ودي كأني بقيس البوتنشال difference بس بدل ما بقول between two terminals لا بقول between two بولز of a battery ما بين two بولز بتوع باتري معينة when the circuit is open لما السيركت او الدارة دي الكهربائيه تكون مفتوحة عادي جداً وبرده بتتقاس بما انها بوتنشال ديفرنس فبرضه المتر بتاعتها بتكون زي البوتنشال ديفرنس العادي تمام طيب بقيس بقى بجهاز اسمه ايه اسمه فولتاميتر ابورتس جهاز فولتاميتر وده بيكون شكله كده شبه الاميتر شويه ولكن بيكون برضو في و ونيجاتيف بول اللي هما الريد والبلاك ولكن الفرق الوحيد ما بينهم ان الفلتاميتر ده بيقيس لي حاجتين بيقيس لي بوتنشال ديفرنس وبيقيس الكتروموتيف فورس يعني حاجه يعني عادي بيقيس لي حاجتين والسامبل بتاعه زي ما احنا شايفين كده لتر في والفرق بقى ان هو ده بيتوصل بارلل لكن الاميتر كان بيتوصل سيريس تمام 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 ون يعني بالشكل ده يعني يكون بارلل للدراي سيل او بارلل للباتري تمام تمام في جزء بقى ساينس و technology و بيتكلم عن application او technological application حاجة بنستخدمها في كل البيوت غالبا وفي كل اغلب الاجهزة الكهربائية. في معلومة كده ثابتة طبعا في كل البيوت أغلب البيوت مثلاً بتكون شغالة ببوتنشال ديفرنس جاية من المصدر بتاع الكهرباء نفسه يعني الإلكتريك فولتج اللي إحنا بناخدها من البيوت بتاعتنا بتكون 220 فولت أي حاجة ناخدها من الفيش دي بتكون 220 فولت طب في أجهزة بتكون صغيرة بتكون بس مثلا طالبة 110 فولت فده رقم قليل جدا بالنسبة لده ده نصه او بتكون طالبة رقم اعلى من ده بكتير زي 240 فهعمل ايه عشان اوصل بتاع البيت ده للحاجة اللي انا عايزاها عشان انا لو وصلت الجهاز على الطريقة ديت على الفولتج اللي جاي من البيوت نفسها الجهاز ممكن يتحرق يتدمر فهوصله حاجة اسمها electric transformer اللي هو المحول الكهربي لو انت بتسمع عنه المحاول الكهربي ده وظيفته ان هو يغير لي في البوتنشال يا اما يعمل له ريديوس ذا يا اما انكريز عادي على حسب الجهاز اللي عندي عشان يبقى عندي بوتنشال سيوتابل او الكتريك بوتنشال يكون سيوتابل للجهاز اللي انا بستخدمه فمثلا الموبايل الشاحن بتاعي ده بيكون فيه الكتريك ترانسفورمر ليه لان هو جواه لان انا محتاجه فولتج قليله للموبايل اللي جاي من الحيطه 220 فبالتالي بضطر ان انا اقللها شويه عشان الموبايل ما يحصلش اي حاجه بالالكتريك ترانسفورمر ده فهمت فكرته تمام تمام نمبر 3 بقى الالكتريك ريزيستنس او الريزيستور اللي هي المقاومه المقاومه دي بالظبط يا محمد شبه المطبات اللي العربيه بتقابلها وهي ماشيه هي وظيفه المطبات دي ان هي تعمل ايه تبطأ العربيه بالظبط تبطأ السرعه شويه بتاعتي وانا ماشيه ليه عشان اقلل من حوادث عشان ما يحصلش اي ضرر ايا كان بقى السبب ايه نفس فكره resistance نفس الـ البومبس اللي هي مطبطه اللي احنا بنقابلها دي بالعربيه الالكتريك ريزيستنس بتكون عباره عن اوبوزيشن يعني اعاقه او حاجه بتعيق الالكتريك كرنت وهو ماشي خلال الكوندكتور أنا قلت الالكتريك ده اللي هي الالكتريك تشارجز السلبة اللي هي النيجاتيف وهي ماشية كده وهي ماشية مش بتمشي بسهولة كده لأ ده في حاجة بتقابلها بتعيق حركتها بت... بتواجهها كده وهي ماشية الحاجة اللي بتواجهها دي اسمها الكتريك ريزيستنس مقاومة كهربية ودي بتبقى موجودة في أغلب برضو الأجهزة الجهاز نفسه اللي بقيس بيه بقى كمية الالكتريك ريزيستنس اسمه أوميتر وده نسبة لعالم اسمه أوم هو ده أصلا اللي درس كل البروبرتيز اللي احنا بنتكلم عنها دي فسمى الجهاز أوميتر وكمان الميدرينج يونت بتاعة الرزيستنس أوم تمام <applause> طيب ده الإلكتريك ريزيستنس طبعا في تو تايبس من الالكتريك ريزيستنس ديت في منها تو تايبس اللي احنا ندرسه تفصيليا النوع الثاني او النوع اسمه كونستانت او فيكسد ريزيستنس يعني مقاومه ثابته مش بتتغير خالص السيمبل بتاعها بيكون زي زجزاج لاين كده زي الشكل اللي قدامنا ده اما الفاريبل resistance او بسميها اسم تاني اللي هي سلايدنج ريو لو سمعت عن كلمة ريو دي اسم اصلا يعني الكلمة دي مشهورة او درجة كده ما بين الناس عامة ريوستات دي بتكون variable <applause> يعني ينفع انت تتحكم في القيمة بتاعتها دي بقى اللي احنا هناخدها تفصيليا اه لو الميتنج قفل انا هو لسه اللينك يا محمد كنت هتقول حاجة درس <applause> تقول ايه لسه كتير على الدرس لا لسه كتير على الدرس هو ده اخر جزء فيه يعني ماشي انت تركيزك ايه تمام معايا ولا ايه انا آه، هموت وانام طيب تمام واحنا بقينا. بقالنا ربع ساعه بس حاول تفوق معايا كده في اخر جزء عشان ما يفوتكش تمام طيب ال variable resistance دي يا محمد بتكون عبارة عن الشكل اللي قدامك ده بالظبط احنا نشرح على الشكل سيبك من الكلام الكتير اللي جنبه ده الشكل ده زي ما احنا شايفين كده في حاجة اسمها metallic wire coil سلك نحاس ملفوف اللي هو باللون الاسود ده ده سلك نحاس ملفوف كده حوالين سلندر حوالين الاسطوانه